طيب اليوم اثبتت الفحوصات الطبيه مشاهدينا الكرام التي اجراها الكابتن مجاهد المنيع لاعب نادي الهلال المهاجم الشاب واللي شارك في اخر مباراتين مع الفريق الهلالي، اثبتت الفحوصات الطبيه الى تعرضه لقطع في الرباط الصليبي. كذلك ايضا الكابتن تركي الخضير لاعب نادي الاتحاد تعرض ايضا الى قطع في الرباط الصليبي. نتمنى ان شاء الله لهما الشفاء العاجل ونقول الف سلامه عليكم. إلا بزعل إذا بتروح عن عيني وترحل، إلا بزعل وتوه بعلمك وامشي ولا سلامات تركي خضير، سلامات مجاهد المنيع، ونتمنى ان شاء الله ان ترجعون بالسلامه في اقرب وقت. وصلنا للختام، شكرا لك الكابتن يوسف خميس المحلل.